أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أقبل إلى روض الهدى. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البراءة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أمسية جديدة ولقاء ماتع متجدد مع شيخنا المفضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، جزيتم الجنة. لا زال الحديث مستمرا حول رحلتكم، أمتع الله بكم ورفع الله قدركم في الدارين. كنا نتكلم عن مرحلة توقفنا عندها وسألنا بعد أن طوفنا في مسألة الكتب وجمعها ومحنتك مع الكتب وكيف كانت ستأخذ منك وكيف كانت طريقة إخفائها وما إلى ذلك في الحلقات السابقة، ثم استقرارك في الدار التي يعني رأيت أنها يعني بالنسبة لك تعدل قصور الدنيا بأسرها، وكان أول سكن تملكه بنفسك وأول سرير وأول ثلاجة وأول مكتبة حقيقية. وقلنا أن أعتقد أنه سبق هذه المرحلة مسألة طلب العلم. ما هي المرحلة التي تراها أنها كانت البداية الحقيقية التي يعني أشبعت نهمتك أو غلتك من الكتب أو انطلقت فيها بقوة في الطلب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت هما مرحلتان، المرحلة الأولى وأنا في الجامعة لما كنت يعني أذهب إلى بيت الملايو، إلى بيت طلبة ماليزيا بجانب كلية الهندسة في ميدان عبد باشا في العباسية، وبدأت أحضر مجالس شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه، وكان إذ ذاك يشرح أربعة كتب. الكتاب الأول كان البخاري، الكتاب الثاني كان إحياء علوم الدين، والكتاب الثالث كان الأشباه والنظائر، والكتاب الرابع هو المجموع شرح المهذب الذي هو أكمل شرحه، الذي هو أكمل شرحه، وكان يكتب على يعني كتبه صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، وأنا مش فاهم يعني المجموع شرح المهذب، يعني ما اسمي غامض بالنسبة لي، حتى عرفته لما بدأت أحضر معه في المجال. يعني يعرف نفسه في بقية الكتب بأنه صاحب المجموع. ليه؟ طبعا لأن حصل بينه وبين بعض الناس إشكال، كان هو كمل المجموع مع زكريا علي يوسف أظن بتاع مكتبة القاهرة، ودخل السجن خرج لقى رفيقه أو اللي كان أحد أصحابه أخذ المجموع ونسبها لنفسه بدل ما هو له، فطبعا دخل معاه في محاكم وقضايا وبتاع لحد ما أثبت أن التكملة له، فأصبح بقى إيه كل ما يؤلف كتابا يكتب صاحب تكملة مجموع شرح المهذب من باب إثبات وأكمله كاملا وأكمله كاملا. لكن طبعا هناك فرق ما بين، وكان يقول رحمة الله عليه وسمعته منه مرارا يعني، يقول الذي يقرأ تكملتي ويقرأ كتاب النووي لا يرى فرقا، كأن النووي هو الذي كتبها. طبعا هناك فرق لا شك، لأن المجموع شرح المهذب تقيدني السبكي شرح منه قطعة، وبعدين لما توفي ما فيش حد أكمل لحد ما جاء الشيخ المطيعي أكمل الكتاب إلى آخره. ثقة عالية بينها وبين الغرور شعرة. نعم، ثقة عالية بينها وبين الغرور. يعني هو كان الشيخ المطيعي رحمة الله عليه يرى أنه وفى وأنه قرأ المجموع لدرجة أن أسلوب النووي دخل في دمه. نعم، ومن ثم دخل في قلمه أيضا، فالحبر الذي في القلم هو حبر النووي، كان ينشح مدادا نووي. بالضبط كده. وإن كان حصل صدامات لاحق من بينك وبينه؟ لا طبعا مش صدام يعني، كأنه ليس صداما، ولكن ولكن هي فورة الشباب يعني، وطبعا أو بسبب حبك الشديد للشيخ الألباني عليه رحمة الله. ده صحيح يعني. طبعا الإنسان إذا ابتلي بشيخ واحد كان شديد التعصب له، وهذا كلام أنا أعترف به، أنني في بداياتي كنت متعصبا جدا للشيخ الألباني، لا أرى أحدا في الدنيا، لكن ده قبل أن ألقى الألباني بسنوات، لا أرى أحدا مثل الشيخ الألباني، صاحب الفضل علي وأنا بعد الله سبحانه وتعالى، والذي فتح عيني على الدنيا وعلى المنهج السلفي. الحمد لله أنا ما تقلبت قط بين الأفكار،
وهذه قضية مهمة جدا. قضية مهمة جدا في استقامة الفكر. يعني النهاردة لما تلاقي واحد بقى تكفير وبعدين بقى توقف تبين وبعدين بقى إخوان وبعدين بقى تبليغ وبعدين بقى سلف وبعدين كده، كل فكر من هذه الأفكار لابد أن يترك ظلالا على صاحبه، ما الظلال أو البصمة على صاحبه. حتى مع الأيام تقلب مع الأيام بتبقى. أنا أعرف واحد كان تكفير معنا في السجن، وبعدين لما تحول إلى سلفي كل ما كان يغضب يكفر، بعد رغم بقى سلفي كل ما زعلوه يكفر، وبعدين لما يهدى يرجع تاني للسلفي. يقول لك خالي التكفيري حضر. نعم، خالو التكفيري حضر بالضبط كده. فأنا بصراحة لما خدت خط من الأول، خط السلفي الهادئ العلمي، يعني ريحنا حتى نفسيا، ولم أشتط ولا أخذت فكر منحرف لا يمنة ولا يسرى. فالشيخ الألباني بالنسبة لي كان خطا أحمر، يعني لا يجوز لأحد إطلاقا أن يتكلم في الشيخ الألباني وأنا موجود. ولما زرته زاد الأمر، يعني زادت المحبة، زادت المحبة ولكن توازنت، لكنها توازنت بقت عاقلة، يعني بقت يعني أكثر يعني رصانة يعني. وهذا تعلمته منه؟ تعلمت منه يعني ومن غيره الحقيقة، لأن لما بقى لي مشايخ آخرين خلاص عرفت أن الله، عرفت أن الله عز وجل نثر الفضل في الناس، والفضل ليس محصورا في واحد بعينه، بل هذا له فضل في كذا وهذا له فضل في كذا. هدأت نفسي وتعلمت الإنصاف من كتب علمائنا ومن تعاملي مع المشايخ. المهم أن الشيخ الألباني، الشيخ المطيعي، كان يتكلم عن مسألة قضاء الفوائد. من ترك الصلاة سنين، كان يشرح أربع كتب درستها عليه في هذا. درست عليه الأربع كتب. طبعا لم أكملها لأن حدث أحداث السادات وبتاع، فهاجر إلى السودان ولم أتم الكتب معه. لكن البخاري أخذت قدر لا بأس به، المجموع قدر لا بأس، يعني إجمالا كل كتاب أخذت قدرا لا بأس به. قضاء الفوائد. أي نعم. ففي يوم من الأيام تكلم الشيخ في قضاء الفوائد، كنت أتكلم في كتاب النووي يعني. نعم. وأن المرأة إذا لم يصلي سنين يجب عليه أن يعيد الصلاة إعادة، يعني يصلي مع الظهر ما يستطيع أنه يقضي الصلاة فيها وبتاع. كنت أنا قرأت بقى للشيخ الألباني بحث في هذا، وكلام مقنع جدا، لأن أخذ كلام ابن حزم في المحلة ودلل ابن حزم في المحلة في هذه المسألة بما لا يعني يرد، بما لا يرد، تعاد وإنما تقضى بالفعل. بما لا يرد، إن كيف تعاد وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي العبادات ثلاث أقسام، عبادة لها أول وآخر، وعبادة لها أول وآخرها مفتوح، وعبادة مفتوحة الأول والآخر. العبادة اللي لها أول وآخر غير الصلاة، الوقت له أول وآخر ينتهي، والصيام والحج ده له أوقات أول وآخر، ما ينفعش لا قبل ولا ينفع بعد. اللي يعني قيادة الأول ومفتوحة الآخر زي الزكاة، في حوالين الحول يجب عليك أن تؤدي، ولكن لا تسقط بتقادم حتى لو ما دفعت الزكاة يجب عليك أن تؤديها. اللي مفتوح الأول والآخر الذكر، ذكر الله عز وجل، ما يضلش لك تذكر من الوقت الفلان الوقت الفلان، بل هو مذكور كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. المهم ابن حزم دلل بدلائل قوية جدا، والشيخ الألباني تبناها، وأنا كمان شفت الدلائل لا ترد. فلما الشيخ بدأ يقول ويجب على العامد والناس، ويجب على العامد أن يقضي الصلاة وإلى آخر الكلام ده، فقلت له، قلت له يا شيخنا يعني هناك بعض العلماء يقول إن الصلاة القضاء لا يجوز. ولم تقل الشيخ الألباني؟ ما قلتش حاجة. فقال من هذا؟ من الذي قال بهذا؟ أنا ما أعرفش بقى أن ابن حزم اللي قال يعني، أو الألباني كتب ابن حزم، وأنا طار من دماغي ابن حزم، هو الألباني بس اللي في دماغي. فقلت له الشيخ الألباني. قال من الألباني؟ بطريقة المجلس كله ضحك. أنا عرفت فيما بعد أنه يعرف الألباني أنها سخرية، لا أن دي طريقته في كده يبقى في سخرية، وزيك كلهم ضحكوا تنقص، وأنا مش فاهم يضحكوا ليه، لكن فيما بعد عرفت. فقال لعله بعض أصحابنا الشافعية. قلت له لا، ده هو معاصر. قال دعك من المعاصرين، معاصرين مش عارفين كده. بدأ الإداء إيه؟ بدأ السيل يأتي من هنا. فيعني كنت ساعات أقف وعايز أرفع إيدي عشان أقول حاجة ما لا يأبه بي، يعني ما رضاش لي يعرف إن أنا تقريبا ألباني. ده بتاع الألباني، كأني ألباني وكده. لحد ما جاء تعليقه على الجزء الأول من اختصار البخاري للشيخ الألباني،
المختصر اللي هو المختصرة كان نزل المجلد الأول أو كده فيما أذكر، وأرجو ألا أكون واهما في تعيين الكتاب، لكن أظن هو، لأنه قال إيه الشيخ المطيع رحمة الله عليه، قال إن هذا الرجل يعني بهدل كتاب البخاري، بحيث أن البخاري لو قام من قبره فرأى هذا الكتاب لأقسم بالله أنه لا يعرفه، تمام؟ ومثل هذا كمثل رجل مخمور، واخد بالك، مسك كتاب البخاري فقطعه إربا إربا ثم ندم على ذلك فأراد أن يعيد الكتاب كما هو، فجاب القصاصات اللي مش متناسقة مع بعضها ولزقها، تمام؟ فجاب قصاصة ملهاش علاقة بأختها وقعد يلزق عشان يرجع كتاب البخاري كما هو. هذا هو الذي فعله الألباني، تمام؟ فطبعا كنت بتغاظ من المسألة دي، وغاظني أكثر كمان أن الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رجح أن النزول إلى من السجود من الركوع السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين، تمام، وليس على الركبة. الشيخ المطيعي قلت أمتحنه بقى، طبعا كان حصل مشكلة ما بين الشباب وعندنا هنا في كفر الشيخ وفي القاهرة، وكان جواز المرور للسلفية إنك تعرف نزول على اليدين أو الركبتين، يسألوا أنت تنزل على الركبتين ولا اليدين، اللي يقول على الركبتين يبقى راجل مش تمام، اللي يقول على اليدين يبقى سلفي. فلما حصل احتدام وكان حصل مشكلة بين بعض إخواننا والكلام ده، حبيت أفصل في المسألة فعملت فيها بحث، ووصلت في النهاية أن الصواب النزول على اليدين، وأن النزول على الركبتين خطأ 100%، مشابه البعير، هو ده شبه البعير تماما. وعملت رسالة صغيرة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة بعد كده يعني. فكنت دارس المسألة، قلت أما امتحن الشيخ ده، عمال يتكلم في الألباني، والألباني قال ينزل على الإيدين، وأنا كمان عملت بحث وتأكدت أنه زرع الإيدين، أما نختبره بقى شو بقى عمال يزرع الألباني ومش عارف. فسألته قلت له يا شيخنا دلوقتي النزول على اليدين ولا الركبتين هما أقعد وهما الأولى بالسنة؟ قال بص يا ابني، أنا لما كنت شباب كنت بنزل على الركبتين، لما عجزت بقيت بنزل على الإيدين. أنا قلت كده هو ده علم ده؟ يقول لما كنت شباب وما كنت كبرت وتخنت ومش عارف ايه كده، هو ده كلام علمي؟ بلاش الكلام عن التخان لو سمحت، الله يبارك فيك. على الاقل مال وهدوم يعني. ايوه شكرا كده معلش. فالمهم حسيت كده ان ايه يعني، بقول لك في شرخ الشباب ومتعصب، وان كان هذا الكلام له وجه. طبعا هو له وجه، مساله يعني اللي ذكروا بعض اهل العلم انه يعني العجل، ابن القيم حتى يعني العجل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا لما كبر، ده ان صح حديث العجل، ان صح. اي نعم، انا لا اذهب الى صحته، لكن على أي حال، لكن أقصد أن المسألة يعني طبعاً طبعاً في إذا بدن، طبعاً لا شك أن في فرق بالبدنة. المهم يعني قلت إيه ده القصة دي بتاع، ولحسن يعني طالعي، وأسأل الله عز وجل أن يعني يحسن حياتنا جميعاً، أن الكلام ده كان في أواخر رحلتي مع الشيخ المطيعي، يعني قبل ما حتة السادات. لو هذا الانغلاق صار من بدري الأول كان كنت حرمت علم كبير. بالضبط كده، كنت حرمت علماً كثيرا، لو كان هذا الحدث بيني وبين الشيخ كان متقدما كنت ممكن أزهد في يعني علم الشيخ والكلام ده، لكن حكاية مع الألباني ومع الشيخ المطيعي كانت متأخرة، وكنت بأحمل نفسي حملا على أن أذهب إلى هناك، ولم أكن طبعا تعرف في الشباب والقوة والفتوة والكلام ده، والذي علمك وفتح عينيك على السنة والكلام قالوا يعني في قلبك مكانة كبيرة لا تحتمل حد يهزها كده. وهذا وفعلا فعلا وضع الشيخ الألباني عند الجميع، يعني لست وحدك شيخنا الحي، ولكن يعني انت كل ما انت لك المزية الخاصة من قضية التلقي على كتب الشيخ وغيره، ولكن كأنها أصبحت سمة في عصرنا، ولعلها من باب انه الله عز وجل يعني جعله، أسأل الله ان يكون كذلك، المجدد على رأسه إماما طبعا، على رأس الشباب الحديث في هذا العصر يعني. الحب هذا، حب الشيخ الألباني والانتماء لمذهبه ودعوته، أصبحت علامة على السنة. نعم. من ينتمي أو من يحب كتب الشيخ ويحب علم الشيخ، هذا الرجل كأنه هو لا يعني لا ده صحيح الحقيقة، وبورك له. يعني مثلا في ناس مشغلين بالحديث كثيرون، بعضهم من المبتدعة في جنبات الأرض اللي هم بيقولوا نحن أعلم الناس والألباني يطلع إيه والكلام ده، والجماعة المبتدعة تلمزتهم بيقولها وكتبهم لا تخلو من تخرج الشيخ. بالضبط كده، أنا عايز واحد منهم يفتح حاشية أي كتاب لأي محقق لا يلاقي دائما صحه الألباني ضعف الألباني، صحه الألباني ضعف الألباني، في حين أن كأن بقية المشتركين الحديث حرموا هذه المزية، كأنه ليس في الدنيا إلا الألباني عشان ينقلوا تصحيحه وتضعيفه حتى صار حجة بين الناس.
فده مما بورك للشيخ فيه حقيقة. بورك له في حسن التصنيف، بورك له في جودة التصنيف، مش ممكن يعني اختيار اختيار المادة نفسها. مسألة التصفية والتربية اللي الشيخ يعني ابتكرها، يقول لا نستطيع أن نربي المسلمين إلا على الإسلام المصفى، نصف الأول وبعدين نربي على الإسلام المصفى. وبدأ مشروعه التصفية والتربية يعني غاب فيه حوالي قرابة نصف قرن، بخلاف من دعوا إلى توحيد الكلمة طبعاً قبل طبعاً كلمة طبعاً التوحيد. فأنا عايز أقول يعني هذا الفضل الكبير للشيخ الألباني رحمة الله عليه جعل قلبي مغلقا عليه. وطبعا هذا التعصب له آفات، أنني لا أرى أخطاءه وأتلقى كل كلام يقوله مسلما به. يعني ما لا طبعا أنا ما عرفته هذا إلا فيما بعد عندما يعني اطلعت أكثر وبدأ لي وجهة نظر، وكتبت انتقادات لي على الشيخ في حياة الشيخ، بل في كتب أنا أعطيت الشيخ بيدي هذه الكتب ووصلت إلي زي بذل الإحسان الجزء الأولاني والانتقادات على الشيخ فيه، وكذلك كتاب البعث لابن أبي داود ولي أظن انتقادات على الشيخ فيه، كتاب تنبيل هاجد. فكنت أرسلت كتاب تنبيل هاجد وأنا في أمريكا مع بعض إخواننا الكويتيين للشيخ الألباني، الحمد لله أثنى على الكتاب، وكان في تعقبات على الشيخ الألباني في هذه الكتب ولم يقل لي شيئا إطلاقا. الكتاب اللي هو تنبيل هاجد حضرتك كنت عامل اللي هو التعقبات، كتاب تنبيل هاجد اللي هو كان طليعة الجزء الرابع من الثمر الداني في الذب عن الألباني، اللي هي كتاب الثمر الداني أربع أقسام. أربعة أقسام، الجزء الأولاني ترجمة الشيخ، الجزء الثاني المحاكمة بين الشيخ وخصومي في العلم الحديث وفروعه اللي زي التخريج والحكم على الأحاديث، القسم الرابع المحاكمة بين الشيخ في أصول الفقه والمسائل الفقهية، والجزء الرابع ما وقع في كتب الشيخ من الأوهام، وأنا نصصت على هذا في مقدمة الكتاب وبعدت للشيخ الألباني. فأنا يعني مش ولم تصدر لم يصدر لم يصدر من الشيخ إطلاقا فيما أعلم أنه يعني غضب أو انتقد، وأنا قلت أن هذا شيء من بضاعة الشيخ ردت إليه، أنه كان يدعو إلى الاجتهاد طبعا بشرط أن يكون مؤهلا أن يعني يجتهد، يدعو إلى الاجتهاد ويحارب التقليد وعلى أصول أهل العلم، مش أنه عايز ينكر أي حاجة بدعوة يعني إنكار التقليد وكده. حتى بعد ما توفي الشيخ رحمة الله عليه في الجزء السابع أتكلم في حديث معين أن الداعي لتخريج هذا الحديث أني أنا صححت الحديث، ضعفت الحديث بأطرافه الثلاثة، ويعني شكر صنيع جزاه الله خيرا ورحمه الله، وقال أننا كثيرا ما أتتبع الشواهد والطرق والكلام دوت، ولكن كف المرء أن نبلغ أن تعد معايبه. ده هذا نشر بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. نعم شيخنا يعني هذا الأمر هي الترجمة تمت الحقيقة، لكن بقيت الكتاب ما كملتوش، عملت فيه لعلي أخرجه من المسودات وأنشر ما بقي بإذن الله، ما فعلته فيه يعني. بإذن الله. الشيخ الألباني كان معروف عنده حدة طبع على الخصوم في رده لمن يجاوز الحد، وهذه كانت معروفة عنه في كتبه ومعروفة عنه في حياته، حتى كانت الناس بتكش من هذا الباب، لأنه كان اللي يجي تحت مقصلة الشيخ الألباني بيروح فيها، وحتى طلبة العلم كانت تهاب هذا الجانب، وأعتقد لكن هذه كانت يعني غير موجودة مع من يعلم الشيخ خطه، إيه يعلم الشيخ منهجه، يعني إذا علم أنه مثلا يراعي الأدب ويناقش. يعني بعض إخواننا في الأردن عمل بحث في الذئاب المحلق وظن أنه استطاع أن يقيم الحجة على الشيخ، وبدأ يناقش الشيخ في الذئاب المحلق، فالمهم لما الشيخ قفل عليه في كل حتة والكلام ده حب يفك هذا يعني التوتر عند الشيخ ومزنق عليه وبتاع، فقال يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فضحك الشيخ وقال له خلاص يلا نشتغل من الأول تاني. كانت لفتة جميلة جدا منه ذكية أنه استطاع أن يفك الشيخ يعني وخليه يبتسم ويعني يسمح له أن يعيد طرح يعني بحثه مرة أخرى. والشيخ كانت عنده قوة كما تفضلت سابقا، أنه هو القوة هذه حتى في الأمر الذي قد يبان أنه فيه من أهل الأجر الواحد، إلا أن قوة حجته وحسن طرحه تسكت الخصوم، تسكت كثير مكان. وفضيلتك اخترت هذا المثل الأشهر الذهب المحلق، الذهب المحلق، وكمان لا كمان الأخذ من اللحية. نعم أنا يعني الأخذ من اللحية في ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة كان يرى الوجوب، والحقيقة أنا أرى خطأ هذه الفتوى يعني استناد الحديث ابن عمر، لما هي الجواز الإباحة كما كان الشيخ يقول قديما، لكن انتهى بحثه إلى وجوب الأخذ من اللحية. نعم. المهم أنا هتفت من السعودية في مكالمة مسجلة
ومشهورة، ونقلت كنت دائما أنقل لما أكلمه أنقل اعتراضات على لسان غيري عشان ما أحطش نفسي في حرج. نعم. لما يقول كيف يقول هذا، هو يقول هو يقول هو يقول يعني مش أنا يعني، عشان أستطيع أن أنا أكمل معاه، وإلا لو أنا نصبت نفسي في مقابله مش أنا أكمل. هو هو بالضبط كده عمل حاج الله المستعان. فلكنه في مسألة اللحية دي فطن إلى أنني أنا المعترض، حتى ظهر في نصف المكالمة قال أبا إسحاق كده مطاها كده يعني. فلما مطاها كده عرفت أنه إيه، أنه عارف أن أنا المعترض وليس غيري يعني. لكن يقول يعني من يقول بهذا يا شيخنا كده يعني. نعم صحيح. نعم. الله المستعان. كل هذه دي كانت المرحلة الأولى مع الشيخ المطيع. أما المرحلة الثانية هي التي سنعرفها في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا الشيخ الحبيب. الله يرفع قدرك. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة الليلة وهذه الأمسية الماتعة الرائعة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة أخرى وأمسية أخرى بإذن الله عز وجل. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أقبل إلى روض الهدى.